الرابع من رمضان من عام 2011 صادرت تركيا أسلحة مهربة من إيران في اتجاه سوريا، وذلك في انتهاك من قبل إيران للعقوبات التي أقرتها الأمم المتحدة في شأن برنامجها النووي وبمساعدة من سوريا. في الرابع من رمضان من العام نفسه أعلن الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف في لقاء تلفزيوني أنه يطرح فكرة واحدة مفادها ضرورة البدء فوراً بتنفيذ الإصلاحات والتصالح مع المعارضة من قبل الرئيس السوري، مؤكداً أنه إذا لم يتمكن الأسد من فعل ذلك فإن مصيراً محزناً ينتظره وسيضطر معه إلى اتخاذ إجراءات معينة، معتبراً أن الوضع في سوريا يسير بطريقة أكثر دراماتيكية مما حدث في ليبيا. في الرابع من رمضان من عام 2011 أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء أن مجموعة من السفن الحربية الروسية التي يفترض أنها تتجه إلى مرفأ طرطوس السوري قد دخلت البحر المتوسط بعد عبور مضيق جبل طارق، وأضاف المسؤول أن هذه السفن التابعة لأسطول الشمال وأسطول البلطيق ستتابع مهمتها وتقوم بمناورات عسكرية مقررة، وأنها ستنضم إلى مجموعة أخرى من السفن الحربية في مرفأ طرطوس الذي يعد القاعدة الروسية البحرية الوحيدة في المتوسط. في الرابع من رمضان من العام نفسه أقدمت السفيرة السورية في قبرص لمياء الحريري على الانشقاق عن النظام السوري، وجاء ذلك عقب انشقاق السفير السوري في العراق نواف الفارس وانشقاق العميد مناف طلاس، وذلك خلال أسابيع قليلة مما أحدث إرباكا للنظام من الداخل. في الرابع من رمضان من العام نفسه خرجت أول مظاهرة من بستان الباشا في حلب كانت هي الأجمل لدرجة أرغمت الشبيحة على الحديث عنها. وعلى صعيد آخر وفي اليوم نفسه عثر على 4 جثث عند دوار المالية مجهول الهوية أكبرهم حوالي 20 من عمره تم إعدامه ميدانيا رميا بالرصاص. في الرابع من رمضان من عام 2013 قامت القوات النظامية بقصف 414 نقطة على امتداد الأراضي السورية، منها غارات للطيران الحربي سجلت في 37 نقطة، كما تم إلقاء البراميل المتفجرة على كل من الأتارب وخان العسل ومحيط مطار منغ العسكري في حلب، وتم قصف عندان بالقنابل الفوسفورية وكفرناها بالقنابل الفراغية من قبل قوات النظام، وذلك إلى جانب القصف المدفعي في 132 نقطة، والقصف الصاروخي في 129 نقطة، والقصف بقذائف الهاون في 110 نقاط. في الرابع من رمضان من العام نفسه انخفض سعر الدولار، وذلك مع بدء تدخل مصرف سوريا المركزي في سوق الصرف ليستقر على 165 ليرة على عكس أسعار السلع التي ارتفعت بنسبة تفوق 30% خلال يومين، ووصل تراجع القوة الشرائية إلى 84% في وقت تجاوزت فيه نسبة التضخم 270%، إلى جانب ارتفاع معدلات الفقر والعوز والبطالة. في الرابع من رمضان من العام نفسه أصيبت قلعة الحصن الأثرية في محافظة حمص وسط سوريا والمدرجة على لائحة منظمة اليونسكو للتراث العالمي بالأضرار بعد استهدافها بقصف من الطيران الحربي السوري، حيث تكومت كمية كبيرة من حجارتها فوق بعضها البعض جراء انهيار السقف الذي أضحى عبارة عن فتحة كبيرة. في الرابع من رمضان من العام نفسه وجه عدد من النشطاء في أحياء حلب المحررة
دعوة للخروج في مظاهرة أمام معبر كراج الحجز الفاصل بين المناطق المحررة من المدينة والأخرى التي لا تزال تحت سيطرة قوات النظام، وذلك للمطالبة بفك الحصار عن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وعدم التعرض للمدنيين. وتضمنت الدعوة مطالبة جميع التنسيقيات والفعاليات الفاعلة على الأرض للمشاركة بالمظاهرة، لأن من يثور على الظلم لا يمكن أن يشارك في إعادة صياغته.